قناة صوت ومعنى تقدم لكم. أعزائي المتابعين، بعد أن قدمنا لكم فيما سبق اختبارين في القدرات، الأول في النحو والإعراب والثاني في الإملاء، والتي وضعنا لكم روابطها في صندوق الوصف هنا، نهديكم اليوم رابطا جديدا نختبر فيه مهاراتنا جميعا في الأدب العربي. لدينا لكم 15 سؤالا في الأدب، ومجموع الدرجات 30 درجة. ما عليك إلا النزول الآن إلى صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو وبدء تجربة الاختبار. اكتب لنا الدرجة إذا شئت في التعليقات، وأسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك المحتوى فلا تنسى الاشتراك بالقناة، اضغط على زر الإعجاب وانشر المقطع لتعم الفائدة. صوت ومعنى، استمتع معنا.